انت ما بتعرفي تنقي. امك تاخرت مو هيك شكريه؟ بدها تروح على بيت ام وضاح وبيت ام شاهر وبيت ام نصري، بجوز لبعد العصر ما تجي. اشتغلي لك يا امك. معناتها امهم مالها هون وابوهم بالدكانه. لك قوي قلبك تحسين ونزهي لوي قلبك. دخيلك يا ام عيني يا امي. الله لا يوفقك يا ابن الحرام. الله يخرب بيتك، الله يصطفل فيك. نزل عليكم يا امهم. لا يا امهم لو ما اجيتي كان نزل عليك. ان شاء الله بينزل بمنازلهم يا حق. ام نخلص منه الهي وانت جاهي. اماني لعبتك. خلص يا امهم، خلص ما عاد اطلع. فوتوا فوتوا لجوا. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. والله هلا لاقول لابي خليه يذبحه ويريحنا منه. لا يا ماما رضاي عليك، لا تجيبي سيره لابوكي. لازم احكي له لابو ادهم ولا احكي له لام ادهم وهي بتحكي له؟ إذا دري أبو أدهم ما رح يتحمل، إبي جوزي يروح يذبحه دغري ومصير نحن السبب أنا وبناتي وننفضح بالحارة. ولا جوزي إيه والله بيطلقني. أحسن شي روح أحكي للمختار وهو بيلاقي له تصريفي على أهون سبب. بس شلون بدي روح بدون علم جوزي؟ على كل حال هلأ ما لحقت روح لعند أم وضاح مشان هنيه بسلامة وضاح، بس يجي أبو محمد بأمن فيه وبروح لعنده وبحجتها بحكي للمختار، وهيك بتكون روحتي عبيت المختار عادية وجوزي بيكون ما دير بشي. لك ياما والله إذا شافوك بيذبحوك. احتياط واجب. مين يا ترى؟ مين؟ أبو أدهم. قبلت بنت الحرام، شو بدي ساوي؟ بمالي غير أذبح وأهرب. تحسين؟ تفضل عدي. يلا يلا لك انت ما بدك تصير بني ادم لك تحسين. احكي. ما في شيء عديد. ليش ماسك خنجرك؟ خايف من شي؟ أنا ما بخاف غير من اللي خلقني عقيد. تحسين لا يكون عامل لك شي عاملة أنت وصاحبك اللي إجا على الخان امبارح سأل عنك. لا عقيد ما في هيك شي بنوب. إذا في شي احكي لي، أنا ابن عمك بمقام أخوك الكبير، إذا حدا عم يضايقك قل لي. الله وكيلك يا عقيد ما في هيك شي بنوب. هذا السلم ليش حاطه على حيط بنت ابن عمك؟ لا عقيد ما في شيء، بس كنت عم بركب جلايل بالأوضة أنا طلعته وحطيته هوني. ايمو ابن عمي ايمو. عود نشوف. صحيت ولا لساتك سكران؟ لا كنت سكران عقيد. شو اللي سويته امبارح؟ شو سويت؟ شو سويت؟ لك أنا ما حبيت حكيك قدام الزباين بالخان. لك يا منظوم طول عمر الناس ما قدرت تجيب معدلنا بكلمة. فجر اللي بيجيب معدلة بكلمة واحدة عاطلة قسم بالله لا أشخط وشخط. لك قبل ما تتمرجر ونظف حالك بعدين قل لي لشوف. هذا اللي إجا على الخان امبارح وسأل عنك شو قصته ليه بتعرفه؟ هذا شاب آدم يا عقيد، تعرفت عليه بالكركون يوم اللي اتخانقت مع الزبون الحلبي وانحبست. آدمي وتعرفت عليه بالكراكون؟
وهو اللي علمك السكر والعربدة؟ هذا ما بيشرب عقيد. لكان وين كنت عم تدور على السم الهاري وجاييني عم تتوطح يمين وشمال؟ عقيد أنا ما كنت شربان، كل القصة إنه كان راسي عم يجعني شوية. اسمع، هي آخر مرة، ها، لأنك زودتها وزودتها كتير، طفح الكيل، عم تفهمني؟ لك أهل الحارة صار يكرهوكم، ما حدا طايق منهم، ويا خوفي بكرة يكرهونا من وراك. طول عمر أهل الحارة بيكرهوني، وش كان بريحك عقيد؟ بترك الخان وبمشي. بلا بوجهة، اسمعني منيح، قصة الورتة وما ورتة سبق وقلت لك إنه أبوك الله يرحمه أخذ حقه على دوز بارة، بقى لا تحكي بيها القصة لأنه وصلني إنك داير فيها من محل لمحل. بين قص لساني عقيد إذا فتحت أمي بحرف. لا لا عم تحكي، واللي قالوا لي ما بيكذبوه وماله المصلح يكذبوه. إيه بس أمي قالت لي. لا جيب سيرة أمك بقصة حق أبوك، لأنه في شهود ومن أهل الحارة وبيشهدوا على اللي صار. يلا بن عمي يلا، غير واعيك والحقني. روحي اعملي هالواجب ورجعي، بس لا تتعوقي. ابن عمي الله يخليك، لا تطلع من البيت لحتى ارجع، لانه البنات صايرين عم بيخافوا. اوف، الدنيا نهار، من شو عم بيخافوا؟ والله ما بعرف ليش صايرين عم بيخافوا. رح روح البس ملايتي. والله منضل ميتين منه رعبه يا ام وضح، الله لا يوفقه ولا يوجه له الخير. يا لطيف، لهالدرجه وصلت معه؟ الله وكيلك، الله وكيلك، لو ما الله دخيل اسمه واقف جنبنا بالوقت والساعة، لحتى كان هواطي نزل على البنات. أعوذ بالله على الحكي، وكيف ترك البنات لحاله؟ لا أيو، شلون تركتهم لحاله؟ إيه والله ما عدت استرجيت أتركهم لحاله لحظة واحدة، أبوهن عندهم تقبريني. وأبوهن دري بهالقصة؟ لا أيو، إيه والله ما يدرى لحتى يشرب من دمه. مثل ما بتعرفي يا موضع، جوزي غريب ووحداني، ونحن حريمات، مالنا غير الله وهو. لهيك قلت لحالي بخبر عمي أبو غضاح، بركي بيلاقي لنا حل لهالمشكلة. وأبو أدهم ما دري بهالقصة؟ والله الأخر ما استرجيت خبره يا أمو غضاح. تعرفي أبو أدهم عصبي ودمه حام، خفت إذا خبرته يروح يذبحه وننفضح نكون نحن السبب وتصير قصتنا على كل لسان. خير ما عملتي، ولا يهمك، طولي بالك، هلأ بس يجي أبو غضاح أنا بحكي له، وهو بيحط له حد. أعوذ بالله ما يدرى بهالقصة ليطير عقله، ما بيهون عليه بهالحكي بنو بنو. بس دخيلك، دخيلك يا أم وضح، ما بدي حدا يضرب قصتنا غيركم، وأهم شي جوزي ما يعرف. أعوذ بالله، إيه أسرار الناس كلها عند أبو وضح، إبير ما له قرار. مين بده يجينا بهالليل؟ احكي له قصة تحسين مع بيت أبو محمد هلأ ولا بعدين؟ هذا عمي أبو سليمان يا أبي. اللهم اجعله خير. ما دام أبو جلدة ملتهي بالدكانة، نروح نبلغ إنها بشي شوف. شبه دلال، شبك يا ماني عم تغلي غلي يا مو دلال. يا لطيف هاتيها هاتيها لشوف. لوين اخذها؟ لوين اخذها يعني لبرا؟ بدي خليها تروح هلا شوي، مالك شايف فيها مثل النار. اخري هيك يا ابي، اخري هيك. يبعث لي حمى ان شاء الله. يا ربي دخيلك، امسكي امسكي، هوي لها صغيره، هوي لها. ان شاء الله انا ولا انت يا دلال، ان شاء الله انا ولا انت يا بنتي. ما بدها وقفة أبو شرار، يلا على الحارك. يا ربي دخيل اسمك. دلال يا مو دلال. إيش وجابه هاد لهون؟ هلأ كان بدكاني يخرب بيته، شو صاير جني؟ يا والله إجت عينه بنص عيني وعمل حاله مانو شايفني. إيه لك الزلمة خايف لأنه غريب ومقطوع وماله حدا. إيه والله ما يفتح تمه بحرف لأصطله لسانه وطعميه للكلاب.
والله بديها حلوة وصغيرة، ليش أبي تركها؟ هن ظلموا لأبوك وعطوه من الجمل إذنه. يعني يا مو أنا إلي حق عند أبو أدهم وشاهر؟ أي يا مو إلك حق، وأبو أدهم مو فارقة معه، عامل عقيد على الحارة وحط إيده على الخان وتجوز حرمة مثل القمر وبنت عيلة وتركك للتعتير والشقة. يا حصرتي عليك. لا وشاهر وأخوه أخذوا الطاحونة، ولك هدول أولاد عم هدول. يا مو هلا مقدام حلوة؟ قال حلوة. قال لك قديش شفت نسوة باسطنبول وبيروت والشام ما لقيت أحلى منها، ولك يبعت لحمة شو حلوة. هلا يا مو ليش نسوة الحارة ما بيجوا لعندك؟ لأني أحلى منه وأحسن منه. لما نجيت على الحارة أنا ما كنت غطي وشي، قاموا عمومك تخانقوا هنن وأبوك، بس هو لا سأل عنهم ولا رد عليهم. وبعد ما مات أبوك الله يرحمه جبتك وأجيت على الحارة، قاموا خلوني غطي وشي غصب عني وخلوا نسوان الحارة يقاطعوني، لا حدا يفوت لعندي ولا فوت لعند حدا. تحسين يا مو تحسين، تعال اسقيني دمعة مي. بتشرب السم الهاري إن شاء الله. يا مو ما بدك تجيب لي الحكي؟ بعدين بجيبه، هلا ماني فاضي. عجل شوي محمد، عجل شوي الله يرضى عليك. يلا بريدون لا توقفني خلي هات. لا والله يا عم شو زين الله يوفقك. هات هات يلا عجلوا 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 الشيخ شو عم ناطرنا. يلا قولوا يا رفيق. والله شغلي بتحط عقلي كف من لما عيد على الدنيا، ما بتذكر مره صار السنه بهالحاله. هذا المواخذة مختار، يعني انت وسألته ابو صلاح له عداوه مع حدا، خلافات حزازات؟ سألت يا ابو لطفي، الرجال ما له مختلف مع حدا. الشغله كبيره كثير، الناس شو بدها تقول عن حارتنا؟ ما فينا نحميها من حراميه. يلا يا مو يلا قوام على الغرفه. يلا حاضر يا مو. سكيت اختك. يلا قوام شو ما تلتفحوا. بركتها شافتني وقالت لابو أدهم والله بياكلني أكل. بلاها بلاها لك شو بلاها؟ قال بلاها قال بعد ما جبنا السلم وربطناهن ببعض يطلع تعبنا فاشوش. اطلع أبو شرار اطلع اطلع وأبوي قلبك. بدي اوقع ميت وقعة، بس بدي اشوفه هيك. لا ما شو ماله هون؟ لا لا اكيد هون، بس هاي حرمة مدللة اميرة بتضل بأوضتها مشان الشمس ما تحرق لها وشها. يا تحسين يا مو صباح ديري بالك على اختك قبل ما اغسل الغسيلات. ايه يا مو؟ ايه انا تضر ثاني هون. ولي على قلبي لا مش هون جمال هاد.
لك أنا بحلم ولا بعلن؟ وليه؟ الله ستر إنه ما شافتني. بس شو هاد؟ لا لا ولا لا ويا ضلالة سمر عيوننا غزالة وميلي يا سمراني يغلي على قلبي على الصوت أحلى من صوت الحساسية. تحسين لك انتي اوطى منه من لما جبتي وجيتي على الحاره ما شفنا منكم الا مصايب لك كفر لو بتطلع على سابع سما لاجيبك يا وطي ابن عمي شو مشان ام محمد؟ اني ام محمد؟ ام محمد مرت السكافي. شو بقى شو قصتها؟ ذكريني. تعود لأحكي لك. اوف شو الشغله بدها قعده؟ ايه والله بدها قعده تفضل. شرفي. يا صبحي. مر معلم. وين سقلاوية؟ تحسين اخذها. وين راح فيها؟ والله يا معلم ما بعرف، سألته وين أخذ فرس العقيد ورايح، أم قال لي أنت ما دخلك. من زمان؟ من شوي معلم. روح شوف شغلك، روح. ماشي. روح. وأبو رضا رح يجيب لنا الجاجة والخليل بعد صلاة العصر إذا الله راد. الله يبعدهم عنك يا بنتي. بديعة؟ شو ابن عمي؟ قبل ما يجي أبو فخري مشان ناخذ دلالة عند الشيخ جوهر. إيه. أنا ما كنت واقف بهي القرنة. إيه كنت واقف هون، ليش شو في؟ لك شو في؟ كاني لمحت تحسين عم يتناوى علينا من فوق الحيط. مزبوط هالحكي ولا عم يتخيلني مخيله؟ لا شو عم يتخيلني مخيله؟ شفته بعيني. انت ما شفتي؟ لا ابن عمي ما شفته. بديعة تحسين له بالعاده يتناوى عليكم؟ طول بالك يا رجال، هذا واحد مشراني وما بدي اياك تعلق معه. انا عم اسالك بتجاوبيني بدون لف ودوران، بيتناوى عليكم؟ والله أنا وهالبنات محرومين من الطلعة على أرض الديار كرماله. يعني عم يتناوح عليكم؟ إيه ابن عمي، ومن يومين ثلاثة كان رح ينزل على البنات. شو؟ وعم أقول لحالي لشو هالبنات حاطين على راسهم؟ وحضرتك وين كنتي يا خانوم؟ ابن عمي كنت عند أم نصري وأم شاهر قلت لك. امسكي هالبنت لشوف سناوليها. يا بنات لا تخلوا أبوكم يطلع من البيت. وليه امسكي كرمالي لا اطلع من البيت. الله يوفقك يا ابو محمد. لك والله لا اذبحه، والله لا اشرب من دمه، ولك بيصير معكم كل هالشيء وما بتقولولي. والله خفنا عليك، نحن حريمات وما لنا غيرك وانت وحداني. الله يخليك، بوس ايدك. خفتي علي؟ لك خفتي علي؟ شو مفكرتيني حريمه ولا وحداني ومقطوع وما لي حدا؟ لك نحن بعائلتنا في كل واحد بياكل راس الحي اكل. يا بي الله يخليك تطلع من البيت. يا بي ابوكم يموت بكرامته اشرف لكم بكثير ما يعيش ذليل. والله لا اشرب من دمه والله. يا بي الله يخليك يا رجال، احنا لمين بدك تتركنا؟ دلال مين بده يحكمها؟ روح الله لا يوفقك يا تحسين يا ابن فريد. يا الله لا يوفقك، الله لا يخليك. شو يا باطل كل هالشي عم يصير بحالتي وانا مدريان؟ وليش ما قلتي لي قبل هلا؟
ليش أنا عم شوفك مثل العالم والناس أو عم بقدر أحكي معك؟ زي هيك يا مو، روح احكي لخالي أبو أدهم وهو هيك. روحي يا مو، ناوليني هالملاية. وصلت مواصيلك لحرمتي يا واطي، والله لا اسحب قلبك من بين اضلاعك يا ندل. لك شو جابوا المختار لهون بس ما يكون داري بالقصة؟ يا فضيحتك يا أبو أدهم. أبو أدهم، أهلين مختار. شوف عقيد، ترى طفح الكيل معي، كلمتين ورد غطاهن الله يرضى عليك. إذا ابن عمك تحسين بشوفه بالحارة بدي افعصه برجلي قدوده. تأمر مختار، اللي بدك اياه بيصير. تفضل لشو. ما شفته للواطي، بس وين بده يروح؟ وين ما راح مرجوعه لهون. الله لا يوفقه، الله يقصف عمره. لك لا تقول يا الله يقصف عمره، قول يا الله يرجعه لأذبحه واشرب من دمه. غربني منيح لك أبي، غربني منيح. الله لا يشفعكم خير. وين بده يروح مروت يعني؟ ما لقيتي؟ والله ما لقيته يا أبي. لك شلون تحكي؟ ورجيني شو قلت لك أبي. الله لا يوفقكم. وين بعجبك على الفصول الخايسة تبع ابن عمك؟ مو شي بيهز البدن وبينومي ساعة عقيد. معك حق يا مختار، معك حق. معناتها مو بس على عفاف عم يتناوى أهل واطي. بشو عم تفكر؟ عم فكر بكلامك عن الواطي وبالعملة اللي عملها مع حريمات المسكين. يخرب بيت قلبه. لك مرته للإسكافي كانت مرت أبوه، يعني مثل أمه. لا تزعل مني يا أبو أدهم، هذا الواطي رح يوسخ سمعة عيلتكم، مشان هيك لازم يتقلع من الحارة. وانت قلتها مختار، لازم يتقلع من الحارة. وعيلتنا بإذن الله رح تتبرى منه ورح تهدر دمه اليوم قبل بكرة. لا مو مستاهل القصة لهالدرجة يا أبو أدهم. مهما كان بضل تحسين ابنكم. أنا فكري يعني نقلعوا سنتين ثلاثة هيك فركة إذن، بس نتأكد إنه عائل ما رجعوا. أنا راح اجتمع مع ضوات الحارة ونحكي بموضوع تأليته. ما في لزوم مختار، ما في لزوم. شلون يعني ما في لزوم؟ لأنه تحسين ترك الحارة وهرب. شو عرفها؟ أخذ الفرس وهرب فيه. ألو فرس؟ السقلاوية. هلا السقلاوية راحي وانت مبرد دمك وعاطت اجر على اجر لك يا عقيد؟ شو بدك ياني ساوي مختار؟ بعدين ما بعرف وين راح فيها. لك شو ما كان، المفروض نجمع كل قبضايات الحارة ويروح يدوروا عليها ويخلوها من تحت الارض قبل ما يبيعها او يتصرف فيها الواطي. ما في لزوم مختار، ما في لزوم. ابو ادهم شو بنا؟ لسه كل شغلة بتقلي ما في لزوم ما في لزوم. لانه السقلاوية ما بركبها غير خيال واحد مختار. ولو هلأ بتلحشوا لتحسين بترجع لعندي. شو نسيت كم واحد جربوا يركبوها بميدان الخيل وتلحشوا وترجع لعندي؟ معك حق، هي كانت رايحة عن بالي. يلا وين يا مسهل؟ بدي روح على ميدان الخيل قبل ما تغيب الشمس. بس أبدا نحن لازم نجتمع مع ضوات الحارة ونحكي بتقليعة المنحوس. طيب لازم نقول له شو عمل مع الحريمات. لا يا رجل، هدول بنات شرفة ما بصير نجيب سيرتهم على لسان حدا. يا سيدي من قلو نعمل ندالة وبس. سقلاوي رجع تعقيد. ها شو قلت لك؟ الأصيل بيضل أصيل. وبيرجع لعند الأصيل. أيوة. السلام عليكم. الله معك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. إن شاء الله على التدليكة بدك ترتاح بإذن الله. إن شاء الله المساء بيجي بعمل لك تدليكة تانية بقرأ لك شوية قرآن. كتر خيرك عم يسلم. معافى إن شاء الله. معافى يا رب. بدي اسألك يا ابني. تفضل يا ابني. هذا رفيقك من وين؟ من الشام يا ابي، من الشام. من وين من الشام؟ من حارة عياش. حارة عياش. ايه والله انعم واكرم، انعم واكرم. بس بدي اسألك، هذا بيصلي؟ ايه يا ابي بيصلي، بس هلا ما عم يقدر من شان هالضربة. لا يا ابني ما بيصير، صلي وانت متسطح.
بتقدر تتيمم وانت متسطح الصلاه، ما في احسن منها. وانت ذكره كل ما بدك تصلي ذكره، ما في احسن منها الصلاه يا شباب. ايه يا بي، لكان شلون الصلاه ما في احسن منها؟ ايه هذا زلمه بتصاحب، مو مثل هذاك الازعر ابو حجر، عم يجي لهون شيء؟ لا يا بي لا، ما حد اجى لهون. اوعى ما بدي يا بنوب، لك ما بدي هذا الزلمه لا يجي بنوب. امرك يا بي. دير بالك انا بدي اروح على الضيعه، لا تترك لا الارضيات ولا البقرات. تؤمر يا بي ولا يهمك. يلا برضاي عليك، السلام عليكم. الله يسهل لك يا بي، رضاك يا بي. رضاك يا بي. هنشوف بيصلي. الله وجه لضحك موجوع. سلامتك تحسين، الله يرضى عليك. خساره يا جدي والله خساره، ويا حيف ضيعتوا هالحياه.